ما تسوي بنت ناس محترمين؟ شو طرح على بالك تصرفين بالطقم كذي وتورطين امك وتورطيني تورطيننا كلنا اسمنا وسمعتنا؟ هذا مسكر. إيه بعد يوم إحنا جايين بدري. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا ما راح أتحرك. بقعد لين يبطل. حسبي الله عليك من بنية كانت بهدلتيني. ألو. هلا سمر. بالعدال بالعدال بالعدال. إيش فيك صاير؟ وينك في؟ أنا؟ شي وديني هالمكان. صاير ايش فيكم سمر؟ مو لاقي الطقم، ما ادري ايش اسوي، وين اودي وين انا؟ لا من الخاله ولا من عبد الوهاب، ايش اسوي؟ صدق في شي لعوده، في شي ما حد يقبلها ولا تطلع على البال. زين ما قال لك من باع عليه؟ محلي قطني على محل ثاني وهم ولاقي الطقم. الله يخليكم، انا مالي الا انت والله العظيم. انا مو مال التوتر، انا مو مال هالسوالف، طلعوني من اللي انا فيه. زين سألتي وقال لك منو آخر محل باع عليه؟ هذا حسبي الله عليه. حسبي الله على من تسبب وبهذلنا هالبهذلة. امشي بس امشي. السلام عليكم. السلام. لو سمحت بنيتي تقول ان انت آخر واحد باعت عليك الطقم، وصراحة احنا متورطين، نبيك توقف معانا وتساعدنا لان المسألة وايد حساسة ولازم نحصل الطقم هذا بأي طريقة او اخرى. حجي اخوي اللي باع ما ادري على منو. دق على اخوك. ادق عليه ما انا محصل لانه مسافر. يا ويلي يقول لي مسافر. مسافر يقول. ادري سمعناه يقول مسافر. وين الحصله وين؟ صبري اسخن تفاهم. انزين لو سمحت يا يمه حاول تتصل فيه مره واثنين وثلاثه تشوف تحصله، تساله عن اخر واحد باع له الطقم. يا يمه والله متورطين فشلانين مع ناس، لازم نرجع لهم الطقم. انا بعطيك نصيحه، شوف المحل اللي يمي لان اخوي يتعامل معاه. وإذا ما حصلتي ترانسي خلاص أكيد فيه صايغ، خذ الألماس وصب الذهب. يقول لك صب الذهب أنا اللي صبت عظامي. امشوا أهو. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. وش أسوي أنا؟ شد دبرة يا عامر قولي لي. ولي آفي شدي بطي صوتك، بس خلينا نفكر عدل. دود هينا حيست شو أسوي أكثر من اللي سويته؟ دود أهتيني ويبتيني من بيتنا وطلعت من مكان لمكان علشان نلقى حل ولا نلقى طقم الزفت. قولي لي شو أسوي؟ حتى أمشي أتصدى أخاف أحد يشوفني. بس شو أسوي يا عمرو؟ أنا مالي إلا أنت يعني. إذا أنت ما ساعدتني منو يساعدني؟ أنا عندي رأي وقصباً عنك بتقبلين فيه. أنا من رأيي يعني ناخذ منهم ورقة من الأم ولا الولد، ورقة الطقم الأصلية اللي تبين سعره أو يقولون لنا تقديراً إيش كثر هم شروه، ونقول لهم بصراحة إن حصل ظرف وضاع ولا اختفى. لا تقولين لهم إن بعض الناس باعوا، ونعطيهم مبلغ بما يعادل هذا. شو نسوي فيها؟ إيه محشمتنا ولا حطت لأحد فينا قيمة يوم إنها تدز شبكة البنت رانجول. صادجة ما تحلها إلا عمرة. وأنا صادجة عند ربي. سمر اللي ما يعدك راس مال لا تعده فايدة. وانتي إن شاء الله وأرجو إنك تكونين استوعبتي الدرس. اللي سويتيه غلط من أوله لآخره، والغلطة الكبيرة اللي ارتكبتيها التصرف الأهوج اللي ما تسويه بنت ناس محترمين. شو طرح على بالك تصرفين بالطقم كذي وتورطين أمك وتورطيني تورطيننا كلنا اسمنا وسمعتنا؟ هذا الدرس الثاني. الدرس الأول الاختيار، وانت عارفة. أنا آسفة ماما عمرة. يب. هذا الشيك طرشي مع السايق بيت حمود. إن شاء الله. علمتيها على المظاهر اللي صارت، المظاهر كلها ما اللي مرت فيه أكبر من حب المظاهر.
هي اللي قهرها انقشت. بس الحمد لله احنا خلينا نشوف الجانب الزين. الحمد لله ان بنتي واعيه وفهمت وقدرت تفلت بدايه الزواج. ليتها وعد قبل ما تطب. نصيبها مثل ما هذا نصيبي اني اعيش مع واحد مو عايش لي بروحي، عايش بين هنتين. شلونك يا اخوي؟ الحمد لله بخير، انت شلونك شو مسوي؟ انا الحمد لله ان شاء الله مرتاح. شوفتك مرتاح. هذا انت يوم جورج ما شاء الله عليك ما تغيرتي شكلا وفكرا. ما شاء الله عليك. مشكوره. ادري فاطمه انك ما تعرفيني لان اخر مره دشيت فيها بيتكم كنتي صغيره. مني يبون طاريك احاول اتخيل شكلك شلون صاير، بس تدرين لا عندي انستغرام ولا شيء. بس ما توقعت كذي جميله يا خالتي راويه. مشكوره. قومي قومي خلينا نحط العشاء. قومي 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 ان شاء الله. انا مو قلت لك ما تطلعين حجك. شلونك يما؟ شنو اللي قلت لك؟ اللي قلت الصدق. ولا كلمه ولا كلمه. الجمال جمال برا بسترها. ان شاء الله ان شاء الله. امشي امشي.